ثم قال: ويعقر السنور إن أضر على أناس كي يكف الضر. هذه قاعدة عامة، أن كلما أضر بالناس فإنه يمكن أن يقتل لأنه مؤذن، ويرجع الأمر إلى أربابه إن علموا فإنهم أولى به. وعقره تقلم الأظفار منه لكيما يمتف الضرار، وإن قتله لدي أقرب من عقره الذي به يعذب، وما لأهله به منافع من بعد ما تقطع الأصابع. السنور إن أضر كأن يكون إضراره بأن يتعرض للناس بالعض كما تفعل بعضها، أو أن يكون إضراره بأن يأكل الدواجن ولا يستطيعون أن يفعلوا إلا ذلك، أو نحو ذلك من الإضرار، قال هذا يعقر. ونحن قلنا إن كل مؤذن يقتل. ما هو العقر؟ بعض أهل العلم قالوا إن السنور إن آذى مثل هذا الإيذاء، والأصل أن لا تفعل هذا الأمر بنفسك، وإنما إن كان مملوكا أن ترده إلى أهله كما يقول الإمام: ويرجع الأمر إلى أربابه إن علموا فإنهم أولى به، هم الأولى به وبقطع هذا أو بحفظه هم الأولى به. لكن بماذا يقطع؟ قالوا تقطع أظفارهم، لأنه لا ينهش ولا يؤذي إلا بأظفاره، لكنه قد ينهش بأنيامه. ألا تفعل السنانير ذلك بأن تنهش بأنيامه؟ هذا الواقع، إذا سنكسر أنيامه أيضا مع ذلك بماذا سيأكل؟ الإمام رحمه الله تعالى هم يقولون لماذا الآن هذان القولان، القول الذي يقول تقطع أظفاره، والقول الآخر الذي يقول إنه يقتل، هذان يأخذان بالأدلة الشرعية. ما هي الأدلة الشرعية؟ تقول إن الضرورة تقدر بقدرها. قالوا الأصل أن لا أقتل هذا الحيوان، لأن الأصل حرمة القتل، إذا أنا أقتصر على دفع الضرر. ما هو ضرره؟ هذه الأظفار التي يعدو بها على غيره، إذا أقتصر على دفع الضرر بأن أقطع أظفاره ولا أقتل هذا السنور، لذلك الضرورة تقدر بقدرها. الآخرون يقول الإمام رحمه الله: وعقره تقلم الأظفار منه لكيما ينتفي الضرار. إن كان الضرر ناشئ من الأظفار فقط فهي التي تقطع، أما إن كان الضرر من ذاته فهو حينها يقتل. وإن قتله، يقول الإمام، وإن قتله لدي أقرب من عقره الذي به يعذب. هذا تعذيب له، إن قطعت أظفاره فهنالك تعذيب. والدافع في كلا القولين هو الحفاظ على هذا الحيوان وأن لا يؤذى. أوجدتم تشريعا خيرا من هذا التشريع؟ المصلحة كلها أننا نريد أن ندفع ضررا، وما دمت تريد أن تدفع ضررا فالقاعدة الشرعية تقول الضرورة تقدر بقدرها، فأنت لا تقتله إن كنت تستطيع أن تدفع ضرره بغير القتل، لا يجوز لك أن تقتله لأنه يبقى المحرم محرما. الشرع أجاز لك بدفع الضرر، ودفع الضرر يمكن أن يكون بتقليم الأظفار، إذن تقلم الأظفار. الإمام رحمه الله تعالى قال تقلم الأظفار وتدفع الضرر بذلك، لكنك ولدت مفسدة جديدة. ما هي هذه المفسدة؟ نعم تفضل مخلد. التعذيب للحيوان، والتعذيب للحيوان لا يجوز، سرح بارك الله فيه. قال هذه المفسدة الجديدة أنك عذبته حينما قطعت أظفاره، لذلك قال الأولى قتله أن تريحه. ثم إنه يقول بعد أن تقطع أظفاره ما الذي سيستفيده أهله منه؟ لذلك يقول إن قتله أقرب كما يقول الإمام رحمه الله: وإن قتله لدي أقرب من عقره الذي به يعذب، وما لأهله، أي لملاكه، وما لأهله به منافع من بعد ما تقطع الأصابع. لم تعد له فائدة، سيبقى يأكل ويشرب ويبقى مكانه فقط دون أن تكون له فائدة في وجوده. أتعرفون شعفار؟ قطاً، تعرفون قطاً اسمه شعفار؟ تعرفه؟ تفضل مقلاب، من هو؟ هو قط للشيخ أبي نبهان جعد بن خميس الخروصي رحمه الله تعالى. تحفظ الأبيات؟ ما هي الأبيات؟ يقطع؟ نعم، هذه بارك الله فيك مقلاب.
الشيخ أبو نبهان جعل بن خميس رحمه الله تعالى هو رجل ذاكر لله تعالى، لا يبصر الكون حوله إلا أنه يذكر الله تعالى ويسبحه. كان عنده قط اسمه شعفار، فغاب عنه أياما، غاب عنه أياما القط لأنه يراه يعني معه وهو من أهل بيتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هي تطوف بأهل البيت. غاب عنه أياما، فرحمه الله تعالى حينما أراد أن يصور هذا وأن يصور اشتياقه إلى قطه هذا، قال شعفارنا، لأن اسمه شعفار، يقول شعفارنا غاب عنا في سياحته، أي ذهب لا يوجد معنا الآن، غاب عنا في سياحته يقطع الليل بالواوات تسبيحا، أي أن صوته هذا واواته، أي أن واواته هذه التي يقولها كلها تسبيح لله سبحانه وتعالى، لم يرها إيذاء، لم يرها إزعاجا، لأن كل إناء بالذي فيه يرشحه. هذا الذاكر لله تعالى المقيم لا ينظر إلى هذه الحيوانات بعد النصوص الشرعية إلا على أنها تسبح الله تعالى. لذلك انظروا إلى تصويره وإلى فهمه، والإنسان إن كان مؤمنا حقا سيفسر مثل هذا.